اسمي سوزان تيسير، رئيسة دائرة المرأة في الاتحاد الوطني لعمال فلسطين ومسؤولة فرع القدس العاصمة، وباسم كافة عاملات وعمال شعب فلسطين نتقدم بأحر التهاني والتبريكات للاتحاد العالمي للنقابات الـ WFTU بذكرى تأسيسه 75. هذا الاتحاد الذي يدعم نضال شعبنا الفلسطيني وكفاحه من أجل الحصول على دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف. إن نضال شعبنا البطولي يحظى بدعم اتحاد النقابات العالمي المعنوي والمادي منذ تأسيسه عام 1945 وحتى اليوم، حيث كان دائما وباستمرار بجانب نضالنا بالمواقف والأفعال وليس بالكلام. ويكفي أن نتذكر وفد اتحاد النقابات العالمي في سبتمبر عام 2003 بقيادة أمينه العام الحالي الرفيق جورج مافريكوس، والذي كان آنذاك نائبا الرئيس، وكيف تمكن الوفد من الوصول رغم العوائق والدمار إلى مقر الرئاسة في رام الله ولقاء ومعانقة زعيم ورمز نضال شعبنا المحاصر المرحوم الشهيد ياسر عرفات. من أعماق قلوبنا نشكر جميع أعضاء وأصدقاء اتحاد النقابات العالمي على هذا التضامن الأممي الثابت والطويل، لأن أبناء شعبنا يعلمون جيدا كيف يميزون بين أصدقائهم الحقيقيين وبين أعدائهم والمتآمرين على قضيتهم. ونعلم جيدا دور وأهداف الاتحاد الدولي للنقابات الـ ITUC، والذي منذ عام 1949 حتى اليوم يقف بجانب إسرائيل حليفا لقتلة أبناء شعبنا، ويدعم مواقف الهستدروت والتي تظهر نفسها كنقابة عمالية، وهي في الحقيقة منذ تأسيسها أداة وسلاح العنصرية والصهيونية، وتاريخها يشهد على جرائمها بحق شعبنا وبحق عمال فلسطين. أيها الرفاق الأحرار، أناشدكم بأن تصبحوا أصحاب دور ريادي ورئيسي في صفوف اتحاد النقابات العالمي الـ WFTU، فإن مثل هذا التطور الإيجابي سوف يمنح اتحاد النقابات العالمي قوة ودفعة وهيبة جديدة على المستوى العالمي، وسنقف سورا منيعا ضد الرأسمالية الوحشية التي تنهب مقدرات وثروات شعوبنا التي تناضل من أجل الحصول على حياة كريمة. شكرا لكم.